السلام عليكم، حي الله المتابعين. نبتدي وإياكم حلقتنا مال اليوم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حلقة نار وشرار، لا تفوتون من عتها ولا هالطول. خلوا لايك واشتركوا بالقناة وخليكم ويا الفيديو القنبلة. أدري بيك ما حطيت لايك. حالة غريبة صارت عندي هنا بالفقاسة، ألا وهي الأفراخ طلعت من البيضة وماتت. الأفراخ غرقانة، هذا طالع وميت، هذا طالع وميت. يعني مو أنا أصلاً ما أدري بيهن، هسه قبل شوية جيت شفت الحالة، أجيت أصور لكم. زين هذا الماي مين جاي؟ هذا الماي جاي من أنا بس عالجته قبل شوي، قشطت الماي كله ونشفته بهذا الخاولي. إذا اكتشفت المشكلة، المشكلة هي إنه ميتات من البرودة مات الماي. توقع عالج سالفة الماي اللي قاعد ينزل من فوق اللي هو سبب الطوافة مرتفعة. مساكم الله بالخير، اجى الوقت اللي نسوي بيه الخص، لأنه الوضع خرج عن السيطرة. الحجية قالت حدك الليلة، اللي سويته سويته، ما سويته باكر تلقى الدجاج كله من ورا السياج. فلازم لازم اسوي هسه. راح يبدي من هاي الدنقه ويرتبط هنا احتمال الباب نفسه. انا قلت الباب هم بدي اسوي من قصب، شو راح اسوي من قصب؟ اسوي يصير اول ما بلشت بعمل الخص القصب دقيت ثباتات، لان اخو ما راح احفر حفر واركب بها القصب، لا ما يصير، على مود يكون المسند ماله بالارض قوي. ثبات حديد وربطت بيه، ثبات حديد وربطت بيه. هسه راح احاول انه اسوي فد ثلاث سطور، يعني واحد بالقاع، واحد بالنص، وواحد اللي فوق. بهذا الشكل يا محفوظين سلامة، صار عندنا ثلاث ربطات بهذا الشكل. هسه انا احاول انه بس اريد اجرب وياكم. اها فتحت لها فتحة انا، يعني فتحت السيم اللي ربطته بيه تو. ريدي وحدة الكاميرا ما ترهم الشغلة، بس عموما يعني حتى تصير الشغلة واضحة عندكم. اها ها كسرت. يلا عموما بس خلنا ادي اوضح لكم انا. يا محفوظين السلامة، كمل القصب. طبعا منظره يخبل، بس إضاءة ماكو والدنيا ظلمة، بس خلص القصب قضى كلش. هذا بقى هيش يعني بس الورق وهيش سوالف تارس القاع. ها هسه راح اكومه كله وذبه بالزبالة، بس المنظر يا محفوظين السلامة هسه ما يبين عندكم. باكر باكر الصباح رباح يا محفوظين السلامة، إذا الله سهل باكر أروح أنا أجيبن، إذا الله سهل قصب بعد وجبه جديده. بقت هاي كلش كافي تكفيني وزايد. الشغل بالموارد الطبيعيه يعني خصها هسه انا رحت حشيته من الشط وجبته واشتغلته هنا بيدي وبهذا الترتيب. مو بس هذا، لا هسه هذا كشغل اولي، انا بس اد اسطل بعدين نسوي بيه النقشات على راحتنا. بس انا اكو واحد شويه ضوجني، هذا 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 شويه ما يخليني اشتغل. شوفوا هذا الوليد ما يخليني اشتغل، هذا الوليد، هذا الوليد بس يلعب، يريد بس يلعب. صبحكم الله بالخير، شلون المنظر بالنهار؟ هذا الحد اللي هنا وصلت. شرفكم البارحة المعجنة مال ست الحسين، انا سويت اشتريت منها، مو ما اشتريت معجنة كاملة، حاطها هنا. جاي الدجاج مطيحة منها، هسه ادور على غصن، مغصن واحد ماكو. شوفوا هاي العنب،
ذاك البرعم الجديد اللي بدت تطلع، بينما هو هذا يبس اساسا، اساسا يبس، بس بعد مو صارت تغذيه صحيحه هنا بلشت تطق. هيك هنا رد تحط ست الحسين وحدان هنا هنا، انا على مو شنو قلت انا سبح ساعه الخص، لان الخص انا بعد قلت لكم راح ارفعه. ها بالطواويس، ها طاووس بالطواويس، جو مال المطره والعلم بيد الله، بي بروده خفيفه، ساعه طقنا حلوه ساعه طقنا بروده. عفوا حتى بعد شوي ان شاء الله بس خلص واجب الاسواق نروح مباشره للشط نجيب وجبه قصب جديده ونجي. حياكم الله بالخير، ظهريه والجو يخبل، فمتوكل ببحدي لانه ما حد من الولد، على مود اروح اجيب قصب حتى نكمل الخص مالنا. وصلت للشط وانا طالع من المحل لقيت هذا الوليد. عمو شلونك؟ هلا اخوي، هلا بيك، شلونك؟ الله يسلمك. كواك هسه انا ليش ما اشتري لي هاي الشفت؟ اشتري والله يجوز اشتري لي هاي الشفت. قواك قواك. وصل القصب بالبيت يا محفوظين سلام، ترى هذا هواي بس انا شاده، يعني شوفوا ربطه كلش كبيره وكله قصب، يعني كله يشتغل. شوفوا يعني اغلبيته انا لما قصيته قصيته بهذا الشكل، يا بس يعني قصه متكامله تجي تقعد هنا أنا. بس بحد هسه ما بي حل انه اقدر اكمله، خلنا نرتاح عود العصريه ونشتغل. توني جاي اريد انا اشتغل واجى احد المتابعين جابولي هذا الدبور، هذا النية الدبابير شوفوهن، لا بد شايفينهن على اليوتيوب. هذا اكل النحل، شوفوا يعني تقريبا هيش هالطوله. اكثر الحشرات دمار للبيئه، بحيث هناك بالدول ذيك الاجنبيه يتبعونه ويكتلونه. دخل لنا للعراق، ما اعرف يعني صار له فتره كبيره من دخل للعراق وقاعد يتكاثر، لكن مو بكثره كلش قويه موجود، وحاله حال النحل. لكن هذا هو اكل للعسل، يعني اذا طب للخليه راح يبيتها اباده، عرفتوا شلون؟ فلذلك انا هسه ما راح اطلقه، جابوا لي بس حتى اصورها لكم، راح اقتلهن اثنيناتهن. شوف الخط، شوف شاهو كل ما نجي وسوى يا ام علياوي، اهم شيء راضي علي صدق والله. ها شلون ما راضي؟ راضي رحم الله امه. شوفوا شمه، بعد عندنا القطعه الثالثه هنا، انا بعد هنا راح اتشبع على مود الباب اللي حجي راح اسوي شباب من قصب. لا من قصب لا، ها ما هو عملي. با تختل علي بشغله. ها لا حصريفه شنو؟ اها يا محفوظين السلامه، هسه حكي عدل، راح تقول فرات الارتفاع شويه، صحيح صحيح شوي الارتفاع مو شي، انا هسه قصب شطولها تهج دعوه هالقد حشية تحشية. حلو شباب انه واحد يشتغل بالشغلات اللي من الطبيعة حتى يلطي جمالية. شغل ريف حجي، يعني هسه تتخيل انه انت تجي اليوم وتقعد هنا حاط كرسيك، راح ازرع لهم ست الحسن حتى يتسلق هنا فوقه، يعني تجي هذا المنظر. اها شوف عليكم العباس. ها
اذا تحب هذا الاسم خلي لايك للفيديو. شوف 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 يا الله، انا شوف بلا واضح عندكم بالتصوير؟ ما واضح بالتصوير، هسه صار واضح. وباشر الصبح يوضح بعد اكثر. شوفوا هاي الياء، يا لا لا واضح هسه، هسه واضح. اذا تحب هذا الاسم خلي لايك للفيديو. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اوف والله تعبت. بسم الله. اوف للاسف ترى ماتن هذا الاخوان. والرماد تورن. اكو 3 بيضات، 1 2 4 مو 3. خلوني بالله افحصهن. الاربع بيضات خربانات، هاي وجبه مال السمان وانتهت الفقاصه. اما بالنسبه لهاي الفرخات فتعالوا نروح ويا اخوانكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ميت؟ اوه ميت. هذا ميت وهذا هم يعني يموت. هذا اللي هو معاق، كان عنده شلون الصرع او هيك شيء قلنا، بس هسه ما بي شيء، لا صرع لا شيء، بس ما جاي ياكل. هذا الزوج مال الفخت اللي جابوه المتابعين، كنت مخليه هنا بس حتى اتاكد من الصحه مالته وهم يعني اشوف اجواء المحميه. هسه توكلنا على الله، حياك الله هلا بيك. اما ذاك الزوج الثاني بقيته المحمود لانه هو نفس الولد، قال هذا هديه المحمود. بسم الله الرحمن الرحيم. فقسوا كلهم الانجليزيات، ما عاد بيضة واحدة خربت من الستة. هذا واحد، هذا اثنين، هذا ثلاثة، هذا اربعة، وذاك الجوة خمسة. بس يموت واحد من عتهم متأكد انا 100%. هذا الصغير شوفوا هسه انفقس اخر واحد، النزاقاته الصغير مزقوق، بس يموتن يعني يموت واحد من عتهم لازم. انا كل مرة اطلع لي 5 افراخ وبعدين تموت واحد. هني بيضات يا محفوظين السلامه، الطيره اللي هي الاورنجا بريست، هاي الطيره عندي، والفحل مالها اللي هو الفحل مال ابو علاء الميكس انجلش. 3 بيضات، واحده خربانه هاي واثنين شادات، وعندي البنجا. معسرة، اوه معسرة بيض اخوون. اوقفوا 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 اوقفوا، هسه ارجع لكم. شباب هسه اخذها واحاول اعالج، انا ما عندي خو راح اخذها لاخوي، بس راح ازرق البيضات مال الانجلش. جبت دهن مال اكل، راح اسوي الطريقة اللي انا شايفها. شوية شوية ها؟ شو سويت؟ فحها هيك قبل؟ لا طلع طلع طلع.
انا هي نمرشته يعني ما بيها قشر اصلا. تعبانة. صبحكم الله بالخير. ايش رايكم بالخص كلمة يا الله؟ اي هسه واضحاتكم. يا الله صبح بيكم انه بيومية هيجي. خلنا نشوف الحاجية شنو رايها. هاي ما شنو رايك بكلمة يا الله من القصب؟ نعمة؟ نعمة فضيلة. حتى هاي واحد قبل يطب يذكر الله. نعمة ان شاء الله. ان شاء الله. ايه الا بذكر الله تطمئن القلوب. احسنتي. هذا المنظر منا النوب وقوخون سويته ضبطته. هذا منا شديته بحبل ومنا دقيت الاثبات بالقاع ذاك الاثبات وهمين شديته بحبل بعد ما يحوس وعدي ربطه كامله مال القصب. بس البابا انا لسه ما مضبطه يعني اوخر هيك من البارحه تعال الشباب وشبعت تقصص بالتكريمه. ها ها شني شبانها بالتكريمة؟ هي مطقوقة؟ لا حجي خاف المرض رجع القديم. بويا شلون بالله تعالوا لي ما نخلص منه. هذا جيت حتى اطمئن على المذبوحة. صلوات شنو هاي؟ ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم. والله صلوات هاي ها الطير وكل شيء ما بيها. صلوات على محمد. تعي طلع تعي تعي طلع. انا كيفت بس اريتين بيضا المذبوح بس سبحان الله بعد صار اللي صار. هاي طارت روح. هذا مات مات ما شاء الله. هذا زوج شفتي الله من الزوجات. اي طيروا فحل هذول. تكريمة تودع القناة. يلا خاف بقت عندنا دجاجة عزيزة بعد. محفوظين سلامة. اجى الوقت اللي نسوي بيه غرفة الطيور لان التأخير مو بصالحنا. اول ما ابلش جبت هاي الشمعة. محفوظين السلام. هسه كملت تقريبا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 خانات وبعد يشيل اللي جوا ويشيل اللي فوق. انتهى العمل داخل غرفة الطيور.
هناك عندي اربع اقفاص وهاي الصفحه قلنا راح تصير للفينيشات. حاليا والله تن ثلاثين اتشن ذني شفت تيل. عموما هسه انا بس جبت الاقفاص، بعدني ما جايب مشربيات على مود كله يصير مشربيات وحده يصير بالواجهه ومأكدات نفس الشيء. احشاش راح تجي تعليق بالنسبه للفينيشات، هذولي راح تجيهم بقالات جديده، هذولي كله راح ينذب هذا بقالاتي القديمه، لكن انا هسه شديت لهم. هاي البنكه تفي بالغرض حاليا، نروح هسه ونجيهم ان شاء الله باكر مع العمل الجديد. مساكم الله بالخير يا محفوظين السلامه. اعرف دوختكم بسالفه النحل، لكن انا عندي حدث غريب، عرفت شلون؟ اللي هو انه الملكه ما جاي ترضى تبيض. عموما رجع اليوم الخبير الروسي وفحصها وقال لا تزال الملكه ما ملقحه، فلو الحق على هاي الخليه لو ما الحق. فهسه راح نروح حتى اشوف وين خليه امي، يعني خليه متكامله حتى اشتريها، لانه اذا ما اشتري خليه واساعد بها هاي الخليه راح تموت وتروح حرامات. ماخذين ابو محمد حتى نشوف خليه ونشتريها ان شاء الله. اتصل علي علي يا محفوظين سلامه يقول الحق حيه بالبيت مالنا. تعالوا علي شنو؟ والله ما طبيت طاحت حيه طاحت فوقي. ايش كبرها يعني؟ يعني ايش لا والله وين يعني هسه بعد ما طحت بها وين؟ يعني اخر شيء وين شفت هالشيء؟ وش باعت لها طاحت بالقاع وصعدت. هنا هنا ورا الكراسين. اوقف فوق فوق فوق. هاي فتحات منها طالعه لي برا. طاحت فوقي. جيت عفها. ها شلون دخلت هنا؟ أنا ها هسه علي يقول شفت راس هنا توه من جوا. من جوا هاي انا اقول لك زين. هاي الظروف شلون هنا؟ صاعده صاعده. اي 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 جيتها؟ اي شوفها الزرف اللي اشرت لك عليه. شوف هذه صح 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 صح. اوقف بس شلون راح اصورها للناس؟ ما يشوفون ذيش. اي 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 ما جاي تبين بالزوم. اي ذيش ورا السيراميكا. بعد بلا اسحب السلندات شوي اسحب. لا تنقل لا يطقه. ما جاي يبين. بعد موجوده؟ موجوده موجوده الاطفال. اي ذيش ذيش هسه قاعد توضح شويه بس. اذا هاي دخلت من ذاك الزرف. بنزين بسرنجين دفعه هيك ونحرقه هي راح تطلع منها من جوا. بس هي مبينه صغيره يعني ما هي كبيره. ايش كبر؟ صغيره. هذي طاحت فوقي طقت براسي ذي مال هيك هالطولها قدامي. هاي هالطولها كلها ملتفه هنا. اي تزال موجوده. احنا قاعد نشوفها بذاك الزرف. انتم ما تشوفون هيك شاب باري من هنا. يلا هذا؟ اي هذا اي. روح من هناك راح. روح. انت روح ترى ذب. احرق 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 عليك. شو قصه راح ينفجر؟ اي ابو انزين يتوب بسع. منها طلعت وردت. ها؟ منها طلعت وردت. منها بانجين ولا قو. ها مو هي اذا هاي اشترى تحترق وتموت. بس هو قاعد ينفجر انفجار هسه. هي ذيش موجوده. خاف احترقت. بس بعتي دفعه دفعه حيل. روح. سمع سمع شباب شو راح يسوي البنزين؟ هسه احترقت. شنو؟ احترقنا مو هي. ما ادري شنو طاح. بعدها موجوده هاي استوت يمكن. قاعد اشوفها لو ما اشوفها ترى انا قاعد اشوفها. هذي بالظرف الفوق لو جوا. بس فتحت هاي كلها انا. بس ظل ما صارت. حتى البنزين طاح.
هذا ما واصل بعيد راح يلا طق روح احرق احرق سبينه ها ها هاي مو هاي والله وين العصفور طلعت بعثها عايشه ايه ها شفتها شلون طفرت شنو بس اكو فتحه من ورا اكو منها فتحه ايه الملحه ها هيسنا وردنا نروح بس شوي ارجع لا 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 مو من فوق من جوا شوي يلا مين يلا روح يلا دق روح 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 من جوا من جوا طلعت بس وخر هالبنات ميلي ميلي من جوا كراك اكو شيء قاعد يخرخش هينترس ايه يلا كلش غرقها تغرق اربع سواندل وايد كف 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 هذه قو هذه قبرها تقبر يلا بدنا نقعد شوي شوي كم وش ما تطلع تحترق وظلم كانها ما تحترق هي الزول تسدب عليها قبره تحيي ثار كف 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 تحركها من نام من جوا هم طلع اقف فوق لا لا تكتر خلينا نكبر اقف خلت تطلع خلت تطلع لا لا راح تطلع برا خلت روح يلا طقها طقها اي اي اقف فوق خلينا نكفها كف ايدك اقف كفيتها انا من راسي من راسي كفيتها انا لا تيها لا تيها كفيتها من راسي بس كف كذيها هبا كذيها كلش من يوم راسك كف هاي 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 قوية ترى كلش قوية اسحبها وظل كاف يلا يلا هاي يلا لا يهد بس انت اسحب وخلي هاي عصتك خليه يوصل راسه هنا وين اسحبك ايه اسحب الذيل يعني الراس كلش قوية لا لا تنكر إيه قوية كلش تنكر شنو قوية 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 اسحب اسحب شوف طولها شوف طولها اسحب اوقف انا هسه اقدر اكفى بس انت ضل حاط راسك عليه اوقف اوقف طلع دم منها ترى ضل كافة حسن لا اوقف اوقف شلون الجرن شو شلون الجرن اوقف ضل كافة ضل ضل كافة بس خليك كذا عاد بس خليك كذا عاد اعطينا مجال ترجع تدفع على العصا لا علي لا لا ما احتق السامة هاي لا 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 لا, لا راح تحرقها كلي كلي كف كف العصا منه علي اكو بعد عصا طنيا حطها هنا منه ظهرها من عوف وخر بس شوي من صوبي انا ما كافى عدل ترى ايدك ما تدخل كرار لا تطفر راسه بعيد عن ايدك عوف هبا لا تلتف على ايدك شنو هتها؟ اي عوف عوف لا تلتف على ايدك طلع المجرم مو سامي ظلم من شارية هاي من شارية بلع مو سامي تعض هي بس مو سامي ما عدها نياب هذا بس حلق من شار هاش راح اسوي لها راح اخليها هسه لان اريد اروح للنحل لا والله يخلي خاف اشق تشيس لا حتى اشق تشيس شوف 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 نسيت بس تطلع صراحه افتح لها شويه على ود نرجع نعالج وضعيتها هاي من شاريه يعني شغلها بلع عصر عصر عصره وبلع بس تطلع
راح ابقي هنا بين ما نروح للنحل ونرجع. كافي اوفا الحياه ما عليها اماني وما مع الاسف عليكم علي. وش انا يلقبوني فرات كوفا. تعال 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 اجي 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 تعال 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 تعال.